يجب أن نعرف أنه المغرب لما خرج وانسحب من منظمة الوحدة الإفريقية انسحب نتيجة اعتراف أغلبية دول إفريقيا بالجمهورية العربية الصحراوية وبالبوليزاريو. هل بعدما رجع هل هذه الدول سحبت اعترافها؟ لم تسحب. هذه واحدة. اثنين، هل الجمهورية العربية الصحراوية دولة عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي أم لا؟ هي عضو مؤسس، وبالتالي في المغرب هو اللي عضو ملتحق، ما هي فهي عضو مؤسس. هذه اثنين. ثلاثة، القضية الصحراوية لم تعد قضية إفريقية ولا عربية، فهي الآن قضية أممية وموجودة في الأمم المتحدة. رابعا، القضية الصحراوية وكلنا نعلم بأنه المفاوضات تمت في لندن ثم في نيويورك في بروكلين، ولندن معناها أوروبا وبروكلين أمريكا. ودائما ممثل الأمم المتحدة في لقضية الصحراء الغربية عموما هو شخصية مربوقة سابقا في النظام الأمريكي، سواء كان وزير خارجية أو مسؤول أو سفير أو غيره. وبالتالي فأنه هذه القضية يعني أصبحت أمريكية أوروبية، يعترف بها دولية ويعترف بها من أهم وأكبر الدول. عمل المغرب كثيرا على إدخال البوليزاريو ضمن المنظمات الإرهابية والمنظمات التي ساعدت على تحريك الساحل، ولكن لم يستطع لأن الدول العظمى لم توافق على ذلك وتعرف من هو البوليزاريو. الآن لماذا عاد المغرب؟ المغرب أصبح دولة معزولة نهائيا، ونحن كما تفضل أستاذي وصديقي المحترم نحن لا نريد شرا للمغرب، نحن المغرب أشقائنا ونريد لهم كل الاستقرار وكل الازدهار وكل النمو، ولكن ايضا نريد للصحراء الغربيه ان تستقل او تقرر مصيرها على الاقل. في زوج دول في العالم، ما كاش عندنا ثلاثة، زوج دول العالم في العالم المفروض الامم المتحده والمنظمه الدوليه كامله تدرس هذه الحاله بالذات. في دولتين في العالم اللي ما عندهمش حدود، اسرائيل والمغرب. امشي للدستور المغربي، امشي لاي معاهده مغربيه، امشي للامم المتحده، امشي للاتحاد الافريقي، امشي لاي كذا، اعطيني حدود المغرب. دولته السعوديه اعطيني حدود المغرب. مازال عندهم حلم المغرب، مازال عندهم الحلم تاع موريتانيا ليهم، وجزء من النيجر ليهم، والجزائر وجزء من الجزائر ليهم،